Morocco. السوق هذا سموه سوق الفقير، سوق الرشيد، تأسس حوالي 3 سنوات 4 هنا بهذا السوق. احنا صار لنا كان سوق بذيك الصفحه بالتقاطع، وجينا تحولنا البلديه التطنيه بلاش القاطع للفقراء وفتحنا بدون اجار. فهذا السوق سموه سوق الفقير. احنا هذا السوق كله المخضر كله انتاج محلي، يعني ما نشجع الانتاج الخارجي. فالمحل الحمد لله شو ارخص والسوق ارخص، واحنا ما جايين نخلي شيء قليل جزء من الربح 100 دينار 50 دينار لان نريدها كلها تاكل، كلها عراقيه، بس قسم من عندها استيراد مثل الفواكه، مثل الفواكه الالو التفاح يجي تركي، تركي قسمنا، واحنا ربعنا كله ياخذ كله من المحلي. وهذا سوق الفقير، واحنا هم مستعدين بايام الازمه. انا مستعد وقلت عده قنوات، احنا ما عنده يجي ياخذ بالعلاقه ويروح ياخذ، ما عنده فلوس الفقير، ندعم الفقير خاصه احنا السامرة. نجي طبعا من ناحيه المعتصم السامره، نجي لهذا السوق، هذا السوق شعبي الناتج الموجود كله عراقي واسعاره مناسبه، وبالنسبه لنا نشجع على الانتاج العراقي لان هم هذا الانتاج كله عراقي الموجود فيه، الطماطه والخيار بالنسبه لهذا الموجود البوتيت العراقيه. ف يعني هذا السوق اكثر الناس تتردد له حتى من خارج سامره، مو بس من داخل سامره. سوق شعبيه كلها السامرة تسوق من عندها ارخص من المحلات، زين ارخص من جميع كثير اسواق السامرة ارخص من عندها، تجي علينا من خارج المدينه، يعني من تكريت من الضلوعيه من بلد يجون علينا يسوقون من عندنا لكونه رخيص ودعم للفقير. تجمع من الفقراء تلقى هنا اكثر الناس الشعبيه اللي متوسطين في ما يقول يعني الدخل المحدود، يعني زين اغلبيتهم الفقراء. زين هو اساسا السوق هذا صار للفقير، دعم للفقير عندنا هنا بسامره. احنا الحمد لله شكر اهل سامره غني عن التعريف. زين اهل كرم واهل طيب، وتشهد له يعني كثير صارت مراحل صعبه كل محافظه العراق، بغداد غير بغداد كثير نزحوا عندنا بسامره. زين ولميناهم والحمد لله شكر سامره ام كل العراقيين. صار يا ولد يا بابا حاصل العلف، صار يا ولد يابا 500 الو تفضل عيوني. هذا السوق سوق شعبي ويتسوق من عند الفقير والمهجر يعني كلها الما عنده والمحتاج، فمو مثل المحلات الباقيه، المحلات الباقيه يعني يبيعون مثل الخيار بلف مثلا احنا نبيع ب 750، طماطه ب 750 نبيعها ب 500، يعني باقي مثلا البصل ب 750 يبيعوه،
احنا نبيعها ب 500 او نبات راهم 3000 بالف الخيار يعني باقى الفواكه معكم اجار؟ لا لا اجار لا يعني هم مثل البلد يعني سنة بس مو اجار يعني المحلات مو مثل المحلات يعني مستورد شويه غالي يعني اي مو مثل يعني مالنا يعني مال سامرة ومال العراقي احسن شيء العراقي اي هو السوق يعني سوق شعبي معاش للفقير يسوق من عند النازح والطبقة الفقيرة والطبقة الزنقينة كلها تيجي لهذا السوق ليش لأن أولا يبيع يعني جوا أسعار المحلات أبو المحل يحمل الحاجة 500 هنا إحنا يعني هاي البسطيات تحمل الحاجة 500 دينار نبيع الحاجة والحمد لله كل العالم عايش على الله على هاي الوضعية هاي البسطيات العالم مترزقة والمخضرة اللي عندنا كلها محلي يعني ما عندنا مستوردة الحمد لله بس الفواكه كشم نوعية من الفواكه مستوردة والله الحمد لله يعني المخضر والفواكه كلها محلية أنا فلاح ومزارع وعندي قاع خير من الله وزارع بامية وزارع لوبيا يعني الفلاح كل شيء يزرع إيه والسوق مالنا مو شيء سبب المستورد جاي يطوب من إيران وما أعرف إيش يعني الله يرضى عجل الكل بامية 500 وجايبه بسيارتي الخاصة إيه لو أقضى بسيارة ما شد الكروة على أجرها وبهاي الشمس وبهاي الظروف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما يخص السوق الشعبي في مدينة سامراء والذي يطلق عليه تسمية سوق الرشيد الشعبي هذا السوق تم يعني استغلاله من قبل بعض أصحاب البسطيات أصحاب الدخل المحدود من قبلهم يعني تم استغلاله بشكل يعني نقول غير أصولي يعني 100% تم التعامل مع هذا الموضوع من باب أنه يعني أصحاب الدخل المحدود والفقراء والميسوري الحال يعني يتبضعون منه من خلال شرائهم الخضروات والفواكه وما شابه ذلك على اعتباره هو يعني موقع يقع في وسط المدينة طبعا المكان بالأساس هو منطقة خضراء حسب التصميم الأساسي لكن احنا يعني تركنا الأمور يعني نقول استجابة لاحتياج الناس إلى أن يأتي يعني وقتها ويتم التعامل مع الموضوع بشكل رسمي فهذا السوق يعتبر يعني سوق حيوي مهم في المدينة دائما تكون الأسعار به يعني أسعار معقولة قياسا بالمناطق الأخرى من مدينة سامراء يا بشاك على البسطب 500 شك على البسطب 500 يلا